الخروقات مستمرة وبشكل يومي، وأبرزها التصعيد الأخير منذ أكثر من شهر، حيث قامت الميليشيات الحوثية باستحداث مواقع وخنادق بالقرب من مواقع القوات المشتركة من جميع الاتجاهات، من الشمال ومن جهة الشرق ومن جهة الجنوب. كذلك التصعيد الأخير منذ أسبوع، بحيث قامت بعدة هجومات من جميع الاتجاهات، وآخرها ما حصل قبل 3 أيام من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية. إذا غدا الميليشيات الحوثية استخدمت ميليشيتها على مديرية حيس وجميع نواحيها، جابتهم من كل ناحية جبل راس وتابع عن جميع النواحي إلى مديرية حيس من كل اتجاهات في العيارات الثقيلة، وما عاد يعني مسكت الهدنة الأممية ولا اتبعت أي هدنة، وهنا ماسكين الهدنة وماسكين أي قرارات تجينا من أقوى مسؤول مننا، أما هم لا يعرفوا مسؤول ولا يعرفوا أي شيء، عندهم كل شيء إلا في الدم، ما يعرفوش يعني يراعوا المسكين ولا يراعوا مواطنين ولا يراعوا، ما جزت فوق المواطنين قذائف، فوق المواطنين هاونات، وما يعني يتبعوش أي مسؤولية، يعني لأنهم ما وش حق مسؤوليهم أصلا. قامت الحوثة بتجنيد أعوانهم وتدريبهم في منطقة الرون وجبل راس، وقام استعدادهم تام وتدريبهم وزقبهم إلى مديرية حيس من جميع النواحي وكما في الساحل الغربي، ونحن مستعدين لهم وصامدون.